السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض البروسيس تولز اللي بدأناها، واتكلمنا عن أربعة تولز بالحروف الأبجدية: A Affinity Diagram، B Brainstorming، وبعدين كان عندنا 2C Cause and Effect Diagram أو الإشيكاوا Diagram والتشيك ليست. الحرف اللي بعده معانا هو حرف D، وهيكون معانا 2 تولز اللي هما الديبلويمنت شارت والدلفي تكنيك. هنتكلم الاول عن الديبلويمنت شارت. هنبدا الاول نتكلم عن الديبلويمنت شارت، وتقول دي بتقول مين هيعمل ايه وامتى حسب ترتيب البروسيس. طبعا هي لها اسم تاني اسمها بلاننج جريد. طبعا الجريد يعني شبكه، والديبلويمنت يعني نشر. طيب في الرسمه دي، علشان بس نتعرف على الديبلويمنت شارت بسرعه، هنلاقي الرسمه فيها بروسيدر واحد، بروسيدر اتنين، بروسيدر تلاته، مترتبين. يعني الترتيب ده، دي الخطوه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. ودي نقطه مهمه جدا. والحاجه الثانيه، مين هيعمل ايه في الخطوه الاولى. فمثلا السيلز هي اللي هتبدا تشتغل في الخطوه الاولى، وبعد كده الخطوه الثانيه برضو السيلز. الاوردر انتري هيبقى في ثلاثه، وبعدين الرابعه كاستمر سيرفيس، وبعدين خمسه برجع السيلز تاني، وهكذا. يبقى انا برتب الخطوات بتاعتي هنا واقول مين هيعمل ايه. دي فكره بسرعه كده، لكن احنا هنتعمق فيها اكتر شويه. نفتكر ان التول دي اسمها ديبلويمنت شارت او بلاننج جريد. خلينا بقى نتكلم على التول بأسئلتنا الثلاثة زي ما احنا عارفين. أول سؤال بنسأله: when to use this tool؟ أنا أمتى بستخدم التول دي؟ أول حاجة بستخدم الأداة دي كبلاننج تول أو أداة تخطيط. والبلاننج تول دي بتعمل identify لثلاث حاجات مهمين جدا. أول حاجة الـ steps to be taken، هي الخطوات بالترتيب. الحاجة التانية timeline، يعني البروسس ده هياخد فترة قد إيه أو وقت قد إيه علشان يتعمل. والحاجة الثالثة، مين اللي مسؤول عن البروسس ده؟ responsibility for those steps. تاني حاجة، ممكن أي تيم عنده مشروع تحسين إنه يستخدم الأداة دي علشان يعمل processes معينة، ومين التارجت أو مين هيعمل إيه وإمتى برضه. يبقى أنا علشان أتابع مشاريع التحسين وأدائهم أو أداء التيم في إن هو apply الشغل بتاعه أو الخطة بتاعته، يبقى use for project management team to determine what need to be done in what sequence, who is responsible with time control. How to display this tool. التول كانت مرسومة قدامنا، لكن احنا عايزين نعمل لها construct قدامكم علشان خاطر تعرفوا احنا بنقدر نكون الـ planning grid او الـ deployment chart ازاي. زي ما احنا شايفين في الرسمة قدامنا شبكة او grid، والجريد دي لها خطوط افقية وخطوط رأسية. بحط على خط الافق اللي فوق مين هيعمل ايه، وبحط على الخطوط الرأسية سواء يمين او شمال، بس عشان بنكتب بالانجليزي يبقى بنكتبه شمال، الخطوات بتاعت البروسس بتاعتي بالترتيب او السيكونس بتاعها. هيبان شكل الرسمه اكتر شويه، وهنفهمها من خلال ازاي ان احنا نستخدم التول دي. اول حاجه لازم يكون عندي desired outcome، يعني نتيجه عايز اوصل لها. اول حاجه بعمل لها specification هو انا عايز اوصل ليه. مشروع التحسين عايز يعمل ايه؟ انا عايز اجيب والله نسبه 40% في كذا، او عايز اوصل لتارجت كذا. ده outcome، لكن هو desired يعني هو مطلوب. الخطوه الثانيه بحدد ايه الخطوه الاخيره اللي هتتعمل، ودي نقطة مهمة. Identify the final step. زي مثلا أنا هعمل team recommendation، يعني التيم هيتجمع وهيعمل مثلا improvement project. في النهاية خالص التيم ده بيعمل ايه؟ بيقدم recommendation احنا نجحنا او احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجات تانية او نحسن تاني. تالت خطوة بحدد نقطة البداية ايه. يبقى انا اول حاجة desired outcome، بعدين بعمل final step، وبعدين بعمل starting step. ايه اول حاجة هبدأ بيها الخطوات او البروسس بتاعي؟ رابع حاجه ابدا اعمل برين ستورمنج على الستبس اللي هتتكون بقى ما بين اول خطوه والخطوه الاخيره. فبنعمل برين ستورمنج، بنسال الناس اللي موجوده او التيم اللي عندي. وخامس خطوه ريفاين ذا ليست اوف ستبس كومبايننج لايك ستبس اند ديفايننج ذا سيكونس ستبس. بعمل تدقيق للخطوات، براجع عليها واعملها ريفايننج واظبطها يعني. وكمان بعمل ترتيب للخطوات، يعني انا بظبط الخطوه انها تبقى تمام ومظبوطه، هي دي المطلوبه. والحاجه الثانيه ان انا برتب الخطوات دي علشان تبقى لها سيكونس معين. سادس حاجه ببدا اصمم الشبكه بتاعتي اللي هو الجريد، بحدد فيها الحاجات المهمه زي مين المسؤول والوقت على اعلى المربعات من فوق. زي ما احنا شايفين كده، انا حددت مين المسؤولين عندي في التيم عن التاسكات المعينه. عندي ايمان وكريم واكرم ونوره وفهد.
الخطوة السابعة هبدأ أعمل الرينج للليست بتاعت الستيبس بنفس السيكونس اللي إحنا رتبناها بعد البرين ستورمنج، وهنحطها على ناحية الشمال وأبدأ أحط التاسكات بتاعتي زي ما إحنا شايفين قدامنا كده. الخطوة التامنة بتاعتي هبدأ أرسم الشبكة وهشوف الاسم والخطوة، يعني الخطوة الأولى اللي هي مثلا شارت ريفيو ات هوسبيتال ومين هيعملها. فأنا عندي أول خطوة إيمان اللي هتعملها، تاني خطوة كريم، تالت خطوة أكرم، رابع خطوة نورة، خامس خطوة فهد، وسادس خطوة برضو فهد. يبقى أنا بعمل في الخطوة التانية fill in an appropriate column including the expected date. ممكن بقى أبدأ أحط الديت هنا، يعني مثلا بعلم على نورة هتعمل الخطوة 1 2 3 4 الخطوة رقم 4 وهتخلصها إمتى علشان نبدأ الخطوة رقم 5. وآخر حاجة revise the planning grid as necessary، براجع على الشبكة بتاعتي دي لو انا محتاج اعمل فيها تعديل او مثلا حد ما عملش الشغل بتاعه. ده بالنسبه للديبلويمنت شارت او البلاننج جريد. هناخد بقى الدي الثانيه في التولز اللي هي الدلفي ميثود او الدلفي تكنيك. الدلفي تكنيك عباره عن خليط من شويه تولز تانيه اللي هم البرين ستورمنج والمالتي فوتنج والنومينال جروب تكنيك. احنا شرحنا البرين ستورمنج لكن احنا ما شرحناش المالتي فوتنج والنومينال جروب تكنيك. لكن مبدئيا هنقول ان الدلفي ميثود او الدلفي تكنيك والمالتي فوتنج والنومينال جروب تكنيك الثلاثه دول بيستخدموا في التصويت للوصول الى قرار ما. لما هنبدا نشرح المالتي فوتنج والنومينال جروب تكنيك هنفهم ليه الدلفي تكنيك زي المالتي فوتنج والنومينال جروب او ان هو بيستخدم حاجات منها. انما احنا مبدئيا نعرف ان هو عباره عن برين ستورمنج ومالتي فوتنج ونومينال جروب تكنيك. طيب امتى بستخدم التول دي؟ لما اكون عندي جروب والجروب ممبرز دول بيشتغلوا مع بعض او انا عايز نصيحتهم يعني، وهم عباره عن اكسبرت لكنهم مش موجودين في مكان واحد. يعني انا بستعين بخبراء وبيشتغلوا معايا وبديلهم فلوس مقابل ان هم يدوا لي الاكسبيرينس بتاعتهم دول، لكن المشكله ان هو كل واحد في مكان سواء في نفس المدينه او في مدينه اخرى او حتى في بلد اخر. ايه الوسيله المتعارفه عليها؟ في الاول احنا كنا بنستخدم طبعا الايميل لانه وسيله رسميه ومتعارف عليها والناس بتستخدمها بمنتهى السهوله، لكن دلوقتي مع التكنولوجيا طبعا في الواتساب وفي التليجرام وفي الفيسبوك، يعني في وسائل اتصال اصبحت دلوقتي قويه جدا. الدلفي تكنيك ملوش شكل معين، لكن خلينا نقول احنا هنعمل التكنيك ده ازاي او هنشتغل بيه ازاي، اللي هو how to contrast. السؤال الاخير بتاعنا، اول حاجة بيكون عندي موضوع مطروح للنقاش او للتصويت لاخذ قرار ما، فلازم يكون عندي فاسيليتيتور. الفاسيليتيتور ده بيبدأ يعمل تواصل مع المجموعة الخبراء اللي موجودين دول زي ما احنا شايفين في الرسمة. فاسيليتيتور بيشتغل معانا والاكسبرت كل واحد موجود في مكان، هيبدأ يعمل كونتاكت معاهم عن طريق الايميل، بعت لهم اسئلة معينة وهيبدأوا كل واحد فيهم يرد على الفاسيليتيتور. لما يرد عليه الفاسيليتيتور هيجمع ردود، هيبدأ يعمل ملخص لآرائهم مع بعض ويبعت الملخص بتاع آراء الناس التانية لكل واحد فيهم، يعني كل واحد قال ايه، ومعاها مجموعة اسئلة جديدة وصلت للخبراء. خلصنا ادوا شافوا رأيهم، شافوا رأي الناس التانية وهيبدأوا يجاوبوا على الاسئلة الجديدة ويقولوا رأيهم تاني، وبالتالي الاكسبرت هيبدأ يبعت تاني عن طريق الايميل للفاسيليتيتور لغاية لما نخلص الموضوع تماما. تاخد بقى دورة اتنين تلاتة حسب الاجتماعات اللي هم بيعملوا، وبالتالي في النهاية الفاسيليتيتور بيجيله رأي الخبراء بالإجماع على إن هم يقدروا ينفذوا مثلا قضية معينة أو موافقين على إن ده الصالح بتاع المستشفى اعملوا كذا. هيعمل تقرير أو ريبورت يكتب بيه الرأي النهائي ويقدمه للأورجنايزيشن. يبقى الدلفي تكنيك عبارة عن تكنيك بستخدمه في أخذ الرأي او التصويت، وبستخدمه في حاله معينه لما الجروب اللي هو شغال مش موجود في مؤسسه واحده ومش قادر يلمهم مع بعض وموجودين في لوكيشنز مختلفه، وبستخدم من خلالها حاجتين فاسيليتيتور والايميل والاكسبرت، والنهايه هعمل فاينل ريبورت. هذا ما يخص حرف الدي في البروسيس تولز. درسنا الديبلويمنت شارت او بلاننج جريد والدلفي ميثود. ان شاء الله المره القادمه هنبدأ نتكلم على حرف الـ F الـ Failure Mode and Effective Analysis. إلى اللقاء.